في كل رواية في ذروة للمأساة، إيه ذروة المأساة في حياة تامر حبيب؟ تاني هقول لك موت أمي. إيه الحاجة اللي خسرتها على مدار فصول حياتك ما تتعوضش؟ ممكن تبقى حاجة ليها علاقة بتالي كلنا براءتنا. مين الشخص اللي خسرته ما كنتش تتمنى أبداً تخسره؟ شايف إن خسارته ما تتعوضش لكن ما ينفعش يبقى موجود تاني. يعني عندي صديق حصل كده قريب قوي قوي قوي، وشايف إن خسرتي أنا اللي ما تتعوضش مش خسرته هو. اتعلمنا نحب نفسنا بجد. بالظبط كده، إنه ده وده حد يعني أنا كانت درجة الصداقة بينا ودرجة يعني بتعامل إيه ده، أنا جالي أخ في الدنيا على بين أخ وابن كده. وبعدين لا يعني اكتشفت انه انا لسه بيضحك عليا، فاستفزيت جدا. وبعدين بعدنا اتضحك عليك في ايه؟ انه حد عارفه بعلك شخصيه وفي جوه شخصيه تانية خالص. كان قناع للخداع مش للتعامل. بالظبط. ايه الامنيه اللي في حياتك عدى وقتها وفات اوانها ما حققتهاش بس لو رجع بيك الزمن هتحققها؟ اني ابقى اب حقيقي. إني رغم ان رايك انه منظومه الجواز فاشله. ما انا قلت اب ما قلتش زوج. كمان هتجيب اطفال خارج منظومه. لا قابل قابل يا استاذ تامر. ما قصدتش والله، انا بتكلم على الاحساس، على الاحساس. قابل يا استاذ تامر، لانه ده من الحاجات اللي كنت طول الوقت في الاول انا بخاف جدا منها، مسؤوليه اني اعمل بني ادم يا نهار اسود. اذا كان ممكن يبقى كلكعنا كلها ليها علاقه بالطريقه اللي اتعاملنا بيها. فإن أنا أعمل إنسان أبقى مسؤول عنه، لأنه شخصيته النفسية بتتكون في أول 4 سنين من حياته، دي مسؤولية كبيرة قوي. وبعدين لما لقيت إنها أي حاجة بتستمتعي بيها بجد هي حاجة صعبة جدا، وإن هو دي دراما أنت لازم تبقي واعية لكل لحظة فيها عشان تطلعي إنسان قوي سوي عظيم، ده لو كان حصل كنت هبقى إنسان منتصر. بتشكل تكوين شخص إنسان. بالظبط. شيء مرعب. بالظبط.